الطريقة القادرية الكزنزانية تعتبر من أقدم الطرق الصوفية في العراق، التي تعتمد خطاب الوسطية والاعتدال الديني وتجمع بين الشيعة والسنة، وهي عبارة عن طقوس وتسابيح، ويرددون الذكر باستمرار على أصوات الدفوف. منهاجها يعتمد على منهج النوافل. النوافل هي الطريقة والشريعة. الشريعة تتمثل بشريعة الرسول عليه الصلاة والسلام، والطريقة بالنوافل. حفل أقامته التكية القادرية في منطقة الوردية بالحلة بمناسبة ولادة الرسول محمد، بحضور عدد كبير من معتنقي الطريقة، حيث قامت دراويش بعروض مختلفة من ابتلاع النار وأكل الزجاج. ويعتقد معتنقو هذه الطريقة أن ما يقومون به من أعمال وطقوس هو كرامة إلهية وقوة روحية خارقة. الدرويش من يضرب الدرباشة أو السيف أو يشرب النار أو يضرب طلقة، هذا مو بزودة، لا، هذا بكرامة وبقوة شيخ الطريقة. هاي القوة الروحية الإلهية الخارقة اللي موجودة عند حضرة الشيخ الطريقة قدس الله وصل عزيز الشيخ محمد الكسنزاني أتت من الله سبحانه وتعالى. ويقوم الدراويش بتحريك رؤوسهم على أصوات الطبول في تعبير عن طقوس دينية خاصة بهم. الطريقة القادرية الكزنزانية تعد من أقدم الطرق الصوفية في العراق، والتي تجمع بين الشيعة والسنة، وهي تعتمد على مجموعة من الطقوس والممارسات الخارقة. من داخل التكية القادرية في مدينة الحلة، ميثم الشباني، الحرة.